مساء الخير. موضوعنا اليوم مهم جدا ويلامس واقعنا اللي قاعدين نعيشه. من فينا ما يستخدم الانترنت والسوشيال ميديا واللي صارت جزء من حياتنا ما نقدر نستغني عنه، ولها فوائد كثيره وابرزها التواصل للتعليم والتثقيف ومواكبه كل ما هو جديد وغيرها من الامور. واحيانا الاستخدام المفرط قد يصبح ادمان ويولد أمراض نفسية إلكترونية تؤثر علينا سلبياً. اليوم بنتكلم عن تأثير السوشيال ميديا علينا اجتماعياً ونفسياً، وقبل أن نبتدي النقاش خلونا إحنا نتابع هذا التقرير ونرجع لكم. العصر التكنولوجي في هذا الزمن صار يتطور بشكل سريع جداً لحد لا يمكن التنبؤ بما سيحدث في قادم الأيام. السوشيال ميديا عنوان بارز لأهم الإبداع التكنولوجي، فهي برامج أصبحت حديث الشارع ولا غنى عنها في أي مكان ولأي عمر. مآرب الوصول لهذه البرامج كثيرة ومتنوعة، منها التسلية وسهولة الوصول للمعلومة والخبر وإبداء الرأي بكل حرية، والتسوق والشهرة، وحتى جني المال عن طريق الإعلانات. الكثير من المحللين والمفكرين دائما يتحدثون حول إيجابيات وسلبيات هذه البرامج، لكن هذه الأقاويل لا تستطيع من حد انتشارها وتطورها. فهل هناك وسائل من الممكن أن تحد من اندفاع وخطورة هذه البرامج، أو أن هذه البرامج أصلا وجدت لنشر الفائدة فلا خطورة منها؟ ورجعنا لكم بعد هذا التقرير مع ضيوفنا المميزين واللي بيوضحون لنا تفاصيل أكثر عن الأمراض الإلكترونية وكيف تؤثر علينا اجتماعيا. معنا اليوم الدكتورة المعالجة النفسية دانيا كابلي والدكتورة أحلام القاسمي أستاذة علم الاجتماع بجامعة البحرين. حياكم الله، نورتونا وشرفتونا. وأبتدي معك دكتورة دانيا، يعني سلوكيات مثل التقليد الأعمى، مثل التجسس، مثل الحقد، مثل الغيرة، هذه السلوكيات هي موجودة أساساً في الواقع المعاش، وبالتالي إحنا نقلناها أيضاً إلى العالم الافتراضي على اعتبار أن اليوم العالم الافتراضي هو انعكاس لواقعنا المعاش، صحيح؟ طيب إلى أي مدى يعني تؤثر وجود طبعاً، أو إلى أي مدى يؤثر وجود هذه السلوكيات من خلال العالم الافتراضي؟ يعني أنا أعتقد أن الأثر السلبي هنا بيكون مضاعف، صحيح؟ صحيح. طبعاً إحنا نتكلم، إذا تكلمنا على موضوع الحسد والغيرة والكلام اللي إحنا بنشوفها في واقعنا، هي عبارة عن اضطرابات هي شخصية عند سلوك الفرد أساساً. فهي تنتمي أو يعني يتبناها الفرد عبارة عن مقتبسات عن طريق أول، يعني عن طريق الشخصيات المختلفة، عن طريق التواصل الغير مباشر مع الأفراد. الحين صارت معززة بالسوشيال ميديا لأنه صارت الحين معززة بالصورة المرئية، عرفت شلون؟ فصار التواصل فيها أكثر تأثير بالعقل اللاواعي. فإحنا أي شيء إحنا بنشوفه قد يؤثر علينا، لأن لا يعني لاحظ، أول كان التواصل عبارة عن شكل مباشر مع الشخص الآخر، صحيح. فأنت بتقول لي مشكلتك وأنا أقول مشكلتي، فإحنا بتصير تبادل الأفكار، يعني يطلع منها المشاعر وتطلع منها التصرفات اللي هي الغير سوية. فإحنا لما نقول تأثير السوشيال ميديا على شخصية الفرد، طبعا لأن أنت بتتكلم على فوق 12 شخصية احنا بنعالجها في الامراض النفسيه، فمنها اللي هي الشخصيات الاعتماديه، التجنبيه، الوسواسيه، الفصاميه، الاتكاليه. فانت خذها على مدى بصرك، فكل شخصيه تاثر عليها بشكلها المختلف عن الاخر، فهذا يؤثر على العقل الواعي عند الفرد، فيصير عنده استجابه من كل شخصيه الى شخصيه، تصير الاستجابه عنده غير. لما انت تيجي تقول للشخصيه مثلا اللي هي نقول عنها الاعتماديه، لما انت تجي وتاثر عليها ببعض المعلومات اللي هي موجوده في السوشيال ميديا، هي اوريدي هذه الشخصيه عندها عزله، وعندها اصلا عندها مشكله مع التخاطب مع المجتمع. فلما تجلس هي طول الوقت تشوف السوشيال ميديا بكل الصور، بكل المغريات، بكل المثيرات، تتوقع شنو الرياكشن مالها؟
فحتيجي لها هي الأبداء الأفكار اللي هي مخزنة عندها باللاواعي، إن هي تبدأ تنطق عندك الكلمات اللي هي إيه، لأن في حسد، لأن في غيرة، أنا أصلا مريضة بالشيء الفلاني، أنا أصلا مسحورة، أنا أصلا محسودة، أنا أصلا كذا. فكل استجابة على حسب شخصية الفرد اللي موجودة عنده، على حسب الاضطراب، إحنا نقول عنها الاضطراب الشخصية، تؤثر عليها هذه اللي هي السوشيال ميديا أو الإعلام الغير، إحنا نقول عنها أو المرئي الغير صوتي. فهذه كلها مؤثرات. وسمات الشخصية اللي تفضلت وذكرتيها دكتورة أيضا وجودها من خلال العالم الافتراضي، وأيضا الانتشار لمحققة مثل أو المحققين أصحابها، ممكن أنه يساهم في تكريس المزيد منها في الواقع المعاش أيضاً. طبيعي، لأن هذه إحنا ما نسميها هذه سمات، هذه أصلاً هي اضطرابات شخصية، اضطرابات أو سمات سلبية. السمات الشخصية هي موجودة في كل فرد. يعني مثلاً أنا مثلاً شخصية مثلاً حسية، مثلاً أنت شخصية بصرية، في دكتورة سمعية مثلاً سمعية، كل شخصية تؤثر بناءً، يعني كل المؤثرات الخارجية تؤثر على شخصية الفرد، سواء كان سمات الإيجابية أو السلبية. اليوم الكل صار بصري بحكم اليوم احنا نعيش عصر الصورة الرقمية. دكتورة صحيح. أحلام، يعني هو ثبت مؤخرا أن مواقع التواصل هي تتسبب بشيء من العزلة أيضا، يعني وهذا عكس الغاية اللي من أجلها أنشئت، ولكن نبي نعرف إلى أي مدى يعني هذه المواقع ممكن أن تصل بالعزلة عند صاحبها. طبعا السوشيال ميديا كأي ظاهرة جديدة تظهر في المجتمع لها إيجابياتها ولها سلبياتها. صحيح. إذا أخذين بالنسبة مثلا من يعانون من العزلة أو من أمراض نفسية مثل ما ذكرت الدكتورة، مثل الاكتئاب، مثل الانطواء، خلينا نقول الخجل الاجتماعي، بنشوف أن السوشيال ميديا كانت لهم ساحة خضراء، يعني أرض خصبة يقدرون يتواصلون معها، لأن بالنسبة بينهم وبين الواقع درع اللي هو الشاشة الموجودة بينهم، الشاشة الرقمية. لكن أثبتت الدراسات، أغلب الدراسات الحديثة اللي درست موضوع السوشيال ميديا، أن السوشيال ميديا سبب حالة من العزلة من نوع آخر، أو عزلة جديدة ما نسميها العزلة الرقمية. اللي اليوم أنا كل اهتمامي، كل ساعاتي، كل نشاطاتي اللي أنا أقوم فيها في يومي أقوم فيها عبر يعني الشاشة الإلكترونية أو العوالم الافتراضية. طيب دكتورة دانيا، يعني كل عرض هو يتكون بشكل تدريجي صحيح؟ لما نتكلم اليوم عن أعراض الأمراض الإلكترونية خلينا نقول، يعني كيف تتكون بشكل تدريجي؟ لكل إنسان له باك جراوند أو هو مخزون خلفية، أي إحنا نقول عنها مخزون نفسي. إنزين، على حسب هذا المخزون، كل ما أنت لقحته من الخارج على حسب المستوى، يعني التأثيرات اللي هي بتأثر عليها، كل ما هو أصدر سلوكيات غير مرغوب بها أو سواء مرغوب بها. فأنت لما تجي تقول إن تكثر الأعراض بناء على الاضطرابات والمثيرات الخارجية اللي بتأثر على شخصية الفرد. فإحنا مثلا دحين بالذات في أيام كورونا الكل صار منعزل مع نفسه، مثل ما تفضلت الدكتورة، الكل انعزل مع نفسه، فصار أصبح ما عنده وسيلة للتواصل غير باللي هي الأمور اللي هي التواصل عن طريق السوشيال ميديا أو الانترنت أو الكمبيوترات والآيبادات والأمور دي. فقدت كثير من التواصل الحقيقي والحسي اللي هي مع الآخرين، فأصبح إحنا عندنا مشاكل كثيرة، ترى مشاكل الخجل، وعندنا مشاكل أصلاً الاضطرابات الحسية، الاضطرابات الشخصية اللي هي صار أصلاً ما في تواصل لا اجتماعي ولا نفسي ولا بيئي. حتى لما الحين بدأوا يزاولوا مهنتهم في العمل، لاحظ حتى أدائهم بدأ يضعف، التواصل مع المجموعة بدأت تضعف، مشاكل زادت. يعني أنا توقعت إنه إحنا نرجع للعمل بكل حماس وإنه وشوق واللهفة حقت العمل، تحس إنه كل واحد جالس في مكانه، يعني كل واحد ما عنده الاستعداد حتى يتناقش معك، ما عنده الروح اللي هي الإيجابية اللي كانت مثل أول. صارت نسبة الاكتئاب عالية جداً. ليه؟ لأن فرضت علينا ظروف خلتنا إحنا نعتمد على هذا السلوك بشكل غير مباشر. فإحنا صار عندنا نسبة الاعتماد والتأثيرات اللي تأثرت علينا أثرت على سلوكياتنا. إحنا كبشر إحنا عندنا ثلاث أشياء تأثر علينا، كل المؤثرات توصل على تفكيرنا، كل ما أثرت على تفكيرنا بتأثر على مشاعرنا،
وكل ما كانت مشاعرنا إيجابية أو سلبية بتأثر على سلوكياتنا. فهذه كلها مراحل إحنا بنعيشها وعشناها، وهي هذه اللي بتأثر على الأمراض اللي عندنا وطريقة استخراجنا للعلاجات اللي إحنا بنستخدمها. طيب دكتور، بالنسبة حق الطلبة الآن أيضا هم كانوا سنتين ودراسة أونلاين وتواصل أونلاين، طمنينا على الطلبة، انعكاس اللي تفضلت فيه الآن على أبناء الطلبة يعني حقيقة هل هذا ينسحب عليهم؟ أنا أقول لك إحنا عندنا مشكلتين الحين، يعني هاي المستقبل، المشكلة الأشياء اللي كانوا معتمدين عليها بعد في التدريس إلكترونيا، فصار عندهم مشكلة في الكتابة، صار عندهم مشكلة في التصفح الورقي، إحنا بنتكلم على رقمي، فالحين إحنا عندنا مشكلة إن إحنا بندرسها في أو بنسمعها في عوايننا، إنزين إن هم ما عندهم الاستعداد إن هم حتى يقرون أو يكتبون، لأن متعودين كل شيء كان إلكتروني، فكان أسهل أسرع، ما كان في رقابة فعلية من المعلم أو المعلمة، فحتى إحنا وجودنا لما نروح الجامعات وكذا الدكتورة راح هذا تفيدنا أزيد، تواصلها مع الطلبة أكيد مختلف، فلأنها إيش الاستجابة بتكون بشكل مباشر، هذا بيسبب الحين ضغط على الطالب، لأنه هو الحين صار مباشر معه، فيحس الرقابة الفعلية المباشرة تؤثر على إحساسه النفسي إنه هو غير قادر على التواصل بشكل فعال. دكتور، إحنا علشان نكون متوازنين، شلون قست الأثر؟ يعني سواء كان السلبي أو الإيجابي، يعني بعد دراسة استمرت أكثر من سنتين. صحيح. أنا بتكلم من واقع تجربة. من واقع تجربة يعني. نعم. مريت فيها في الجامعة. نعم. إن بعد انقطاع لمدة سنتين صار عندنا قرار بأن نكون الامتحانات حضورية. نعم. للأمانة أوكي كان في رهبة شديدة من الطلبة وقت الامتحان، اللي بعضهم يعني صار أنا طول فترة تدريسي يعني ما تقارب 10 سنين. ما شفت هذه الكم من التوتر من الطلبة نفس ما أنا شفته فترة رجعتهم من كورونا، يعني 3 حالات إغماء صارت، درجات اللي إحنا كنا متوقعين أنها هي تكون درجات عالية، ولأن يعني عندهم مجال كبير في مسألة الدراسة، نتيجة التخوف لرجعة المفاجئة كانت الدرجات محبطة بالنسبة لنا كأكاديميين، ف لقيت ان فعلا هناك جاب في مسافه يعني بين رجعه هذه الفوريه وبين الانقطاع، يعني يمكن تغير عليهم الاسلوب الدراسي، يمكن رهبه لرجعه او الانخراط مره ثانيه، يمكن حتى الخوف من اصابه هو حتى فطره احنا يعني فطره فينا البشر، انت اذا اليوم قاعد لفتره في مكان محدود وطلعت مكان او فضاء اوسع، هذه ايضا يولد شعور بالرهبه. هو كان يدرس ويمتحن في البيت، صح، الان اتصال ودكاتره ومراقبين وكذا، طبعا اكيد. طيب دكتورة أحلام، يعني اليوم إحنا للأسف نشوف من خلال مواقع التواصل أيضا يعني جرائم قتل لايف مباشر، نشوف أيضا انتحار، نشوف أيضا أشكال تحدي غاية في الخطورة، هل إحنا محتاجين أن إحنا نحجب هذه النوعية من المواقع، ولا يقول لك خل هذه الحياة بتفاصيلها؟ يعني والله هذا جدل قديم يعني مو حديث، من أيام وجود الإعلام التقليدي، من أول ما ظهرت السينما وظهر التلفاز كان في جدل يعني بين المجتمع والمتلقي، هل سوف يؤثر على سلوكيات المجتمع وغيرها ولا لا. بعدين ظهر عندنا الفضائيات وصارت أساليب الرقابة التقليدية أو الحظر أو الحجب أو المنع ما عادت فعالة، بالذات في فترة السوشيال ميديا. اليوم احنا نظرية حارس البوابة ما عادت تطبق في الإعلام الجديد اللي عندي رقابة على ما ينشر. اليوم بنشوف ان كل شخص يملك جهاز ذكي او جهاز الكتروني، ممكن انه هو يكون صحفي، ممكن يكون مصدر لاي خبر من غير ما يكون في مصداقية. فاليوم بنشوف عملية حجبها هي عملية صعبة جدا، ما ممكن أنها هي تطبق في الظروف الحالية التقنية العالية. صعبة من أي ناحية دكتورة؟ نعم. تقنياً؟ من ناحية تقنية صعبة؟ من ناحية تقنية، وحتى أن اليوم أنت بتحضر موقع معين. نعم. بتحضر فضائيات، إحنا اليوم نشوف حتى الفضائيات بدأت أنها هي تبث أيديولوجيات معينة. يعني فصعب أن إحنا مثل ما نقول
نوجههم أو نعيد توجيههم في إطار معين. لكن اللي إحنا نقدر نسوي كمجتمع أو يعني كآليات إعادة الضوابط الاجتماعية من خلال التنشئة الاجتماعية، من خلال تعزيز المسؤولية، من خلال خلينا نقول عندنا زرع الأخلاقيات اللي اليوم تبين لنا ما هو صحيح وما هو الخطأ. بالذات أن اليوم أنت إذا تتكلم السوشيال ميديا هو متاح في يد الكل. فإعادة الضبط الاجتماعي، إعادة الأخلاقيات الاجتماعية، عملية زرع المسؤولية بين أفراد المجتمع، أتوقع هي الوازع ورادع يعني الصحيح بخلاف عن الحجب هذه المواقع. إذن الأسر محتاجة أن هي تبذل جهود مضاعفة من خلال البيت، أيضاً المدرس، أيضاً رجل الإعلام، يعني على أساس أن احنا إعادة تفعيل أدوات المجتمع. دكتورة، بالنسبة حق اللي يقعد الصبح ويبتدي يومه من خلال، يعني أنت تقعد الصبح وعندك تفاصيل كثيرة يعني مرتبطة بالعمل بالأسرة كذا تبتديها، يعني يوم يعني تبتدي أنت، لا هو يفضل أنه يصبح ويبتدي بالتفاصيل الموجودة من خلال مواقع التواصل طبعاً ثرو اللي هو الموبايل، هذه شنو تداعيات ذي الموضوع؟ احنا قبل ما ناخذ، احنا لما نقوم احنا ما ننام الا بيها طبعا صحيح. احنا اصلا يعني عشان انام اول كنا يعني نستذكر ربك ونقرا يعني كتاب شيء، هذا كان قبل. الحين ما في، احنا نجلس يعني فترات طويله لين ما الاقي التليفون هو نايم جنبي، اساس انه خلاص هي وسيله النوم. هي كلها هذه عباره عن سلوكيات احنا اعتمدنا عليها. جميل. احنا اول كنا ما نصحى من الصباح، انا اتذكر هذا يعني قبل 5-6 سنين، كنت افتح التلفزيون اول شيء انا اسويه افتح العربيه. نعم. ليش؟ يعني هو استعداد نفسي، حتى يقولوا لي المفروض دكتوره انت ما تفتحين العربيه لان كل اخبار سيئه. فانا بالنسبه لي هو انا اعتبرها من النوع الاستعدادات ونضج الفكري عندي للاستعداد المهني. فكل واحد على حسب انت برمجتك، انت شلون تحب يعني لما تصحى الصباح تحب تسمع إيش؟ في ناس تحب تسمع فيروز، في ناس تحب تسمع موسيقى، في ناس تحب مثلاً تسمع قرآن، في ناس تحب تشرب الشاي أول ما تقوم، في طقوس، هي على حسب الطقوس اللي متوفرة وإنت متعود عليها. ولكن أنا بقول لك هي الظروف، نرجع نتكلم مرة ثانية، الظروف الأخيرة اللي إحنا عايشينها عودتنا على سلوكيات مجبرين عليها، إن إحنا ما عندنا خيارات أخرى، فأصبح التليفون أسرع. مجبرين مثل شنو دكتور؟ برافو عليك. ليش نقول أنا مجبرين؟ الحين أنا أولاً بالذات في الأيام الأخيرة، نتكلم على السنين الأخيرة، لأن إحنا ما عندنا شيء، إحنا أقدر أنا يعني لا كنت أقدر أروح الدوام، ولا كنا نقدر نتواصل مع أحد، ولا كنا نقدر، أنا كنت يعني أنا أخذ أخبار الدكتور أحلام عن طريق التليفون. بما نحن صديقات يعني عشان كوننا صديقات، فأشوف فلان يعني فين راح اليوم، فين جاء اليوم، فين الأخبار، عرفت شلون؟ فإحنا يعني صارت إحنا وسيلة التواصل اللي إحنا بنطمن فيها عن الأخبار الآخرين صارت عن طريق السوشيال ميديا أو عن طريق التليفون أو عن طريق الإنترنت، عرفت شلون؟ سواء أصدقاء، سواء أقرباء، سواء يعني أنا أعرف زوجة يعني جاتني قصة غريبة تقولي أنا أعرف أخبار زوجي عن طريق السناب، أنا أعرف أولادي فين عن طريق السناب، يعني حتى لدرجة إنه هو تقولي أنا أقوم أنا ألاقي أنا أتابعه، هذه كلها تأثر على تواصلنا الداخلي زين بيننا وبين بعض. فهي صارت مفروضة علينا إنه إحنا نعتمدها، فلما الإنسان يعتمد على سلوك معين تؤثر. بس يصحح. نرجع هنا للتصحيح. الواقع اللي إحنا فيه إحنا نسميه في النفسية العلاج بالإغمار. انت لو الإغمار. الإغمار انه انا احط الشخص زين في يعني الحين لو لاحظت في بدايه المدرسه صارت السوشيال ميديا الا بليز، طب الاختبار عن طريق الاونلاين، طب بليز خلوا الساعات الساعه 12، طيب بليز يعني هم مو عارفين شنو يعني يسووا، عشان فكره التاقلم هي صار عندهم صعوبه في التاقلم. لانه انت في زي ما تقول واحد انحرم 3 سنين او سنتين، فجاه انت حطيته مو قادر يستوعب الفكره اصلا. فحتى هذا ما ينفع انا اقول لك طب تعال ساعتين، طب تعال ساعات، لانه انا عندي اليه لازم انا ارجع اتبعها لانها كانت متبعه اصلا، هذا مو سلوك جديد اللي احنا بنسويه. صحيح. هذه تجربه كانت واقعيه. بس الحين صارت التاقلم والتعود اللي احنا تعودنا عليه مو قادر ان انا استوعب، اصحى من الصباح وانا الاقي نفسي قدام شخص او قدام مجموعه من الافراد فانا راح اتواصل معاهم والبس وهي الكلام، فصارت مشكله. حتى مشكله
شو اسمه الترافيك اللي بيصير في زحمة الشوارع، ترى انا اعتبرها هذه مشكلة التأقلم، لان للحين انا مو قادر استوعب اصحى من الصباح، انا مو قادر اني انا استجيب، مو قادر انا حتى المخارج اللي انا اقدر اخذ فيها، اخذ سلك واحد طريق واحد، طب انزل روح من هنا روح من هنا، للحين المستوى الوعي اني انا اتاقلم في يعني الظروف الاجتماعيه اللي صارت الجديده مو قادر انا نفسيا اتهيئ لها. يعني هو مو واقع جديد، هو واقع احنا انقطعنا عنه مجبرين والان رجعنا، فلازم اي فالعلاج عندهم سال بيولوجيه صحيح، الناس نهارهم ليل صاروا متذمرين ترى اي دحين شوف ما هي احنا موجودين في التذمر، شوف السوشيال ميديا كل يوم احنا عندنا قصه كل يوم يعني عرفت شلون. فانا بالنسبه لي هذا هو علاج، العلاج بالإغمار، إني أنا حطيتك الحين أعطيهم أسبوع هتلاقي كل شيء، حتى الازدحام ما زودوا شارع ترى، بس أنا طريقة تفكيري اللي تغيرت. صحيح رجعنا إعادة تأهيل وإعادة توجيه. طيب إحنا عندنا تقرير بنشوف إحنا يعني من خلال البعض كم ساعة يقضي من خلال مواقع التواصل، وراجعين مشاهدينا نشوف هذا التقرير وراجعين لكم. كم ساعة أقضي في السوشيال ميديا؟ والله يعني ما في ساعة معينة، لكن يعني أغلب الوقت صار يعني في السوشيال ميديا، يعني مثل عندك التيك توك والإنستغرام السناب الواتساب، صار إذا هذه كمل دي وذي كمل دي، إذا تبي تروح مكان إذا تبي توصل حق شيء صار كله عن عبر التواصل الاجتماعي. يعني والله يمكن ما أعرف يعني أكثر من ساعتين يمكن، لأنه سهل وفي يدك، وأنت بس من تفتح شيء اللي عقبه يكون جاهز إن أنت تشوفه، فواحد ورا الثاني خلاص تنسى الوقت ويروح الوقت وأنت بس قاعد تشوف. ما أدري يعني على حسب، يعني إذا كنت يعني إذا ما عندي شيء يعني تقريبا طول اليوم. أتوقع عن نفسي أستخدم يمكن 3 لـ4 ساعات في اليوم، أكثر شيء إنستغرام. يعني خاصة هالأيام صايرة البرامج من مكان لمكان تدخلك فتضيقك حرفيا، فتقريبا يعني في اليوم 4 ساعات لما أرجع البيت، برا البيت يعني نقول 3 ساعات، يعني توتل 7-8 ساعات بالراحة في اليوم. يعني من 3 لـ4 ساعات، ساعات أتواصل يا ربعي أكلمهم وأشوف شوي تيك توك. تقريبا خلينا نقول 5 ساعات، 4 إلى 5 ساعات في اليوم صارت يعني شيء يومي بالنسبه لنا صار السوشيال ميديا، وشيء لابد منها. يعني اهم اشغالنا صارت على السوشيال ميديا، منها التعليم، مجال الصحي، مجال الشبابي، كل شيء، اي شيء في تنميه حتى موجود على السوشيال ميديا الان. 4 ساعات واقضيها يعني اشوف يوتيوب، اشوف احدث الاخبار، تكون في احدث الاخبار موجوده. 3 إلى 4 ساعات يوميا. يعني السوشيال ميديا مكان حق تواصل، مكان حق تعرف الاخبار المحليه والعالميه، ويعني الحين في يعني تقدر تتسوق في السوشيال ميديا، تسوي كلش في السوشيال ميديا. احنا اليوم اعتبرنا على السوشيال ميديا، فاقدر اقول لك ان اقل ساعه اقضيها على السوشيال ميديا هي 8 ساعات في اليوم. يمكن خلينا نقول 6 ساعات. احب اشوف الاخبار شنو قاعد يصير، يعني احب انه ما يفوتني شيء، لو في شيء انا ممكن اطوره في روحي، حصلت فرصه اي شيء احاول ان انا اقرا اتعلم منه او اشارك فيه. أنا من نوعي تقريباً بالكثير في البيت 4 ساعات. يعني ممكن أقول يعني كثير من وقتي أقضيه في السوشيال ميديا، يعني لأنه هو صار كل شيء في السوشيال ميديا، يعني حتى من ناحية تواصل مع الأصدقاء أو العائلة أو من ناحية الأخبار وشي كله موجود في السوشيال ميديا، فيمكن وقت وايد طويل يعني ما أعرف بالضبط. يعني وجهات نظر متباينه، لكن يبين ان في يعني لحد الان احنا ما تكيفنا، محتاجين الى اعاده ضبط الامور يعني حتى نتكيف مع واقعنا اللي احنا كنا عايشينه اساسا. يعني دكتوره احلام، التجسس، التقليد الاعمى، طبعا هذه كلها سلوكيات للاسف تكرست من خلال ايضا مواقع التواصل الاجتماعي، احنا وين رايحين في ذا الجانب؟ للأسف إن أول شيء خل نتفق على مصطلح التجسس. مصطلح التجسس يمكن إحنا اليوم التجسس يمكن بياخذنا إلى بعد اللي هو ممكن نسميه التجسس الإلكتروني اللي هو الهاكرز، بس اللي المقصود أتوقع أنه كسلوك اجتماعي هو التلصص، وهي حالة إن
خلينا نقول الافتقار الى اخبار الاخرين، وهذه نابعه من الفضول البيولوجي اللي احنا مخلوقين فيه. اذا بتي بتشوف ان احنا كبشر احنا، بس سمحت لي دكتور، هل هو افتقار ولا فضول؟ والله انا بسميها افتقار، لان انا من وجهه نظري ان السوشيال ميديا مثل غرفه الايكو اللي تجمع ترددات مختلفه. اليوم لما انا اعطي صوت من خلال السوشيال ميديا ابي ردود الافعال، وردود الافعال هذه عاده كاصداء لي. فاذا بتي بتشوفها كان انا على قولة بعض يعني المصريين يقولون اشحد الكومنتس، او يعني افتقر الى يعني نظرات الاعجاب او الدعم استدرار ممكن نقولها صحيح. بني بنشوف ان احنا واصلين لمرحلة ان حتى ممكن نوصل الى مرحلة غضب اذا ما تفاعلوا معنا. مسألة التلصص اليوم بني بنشوفها في كمجتمع بدأت هاجس. اليوم انا ابي اعرف اخبار الاخرين وبعرف تحركاتهم وبقارن في حياتي، بقارنها مقارنة مادية، بقارنها مقارنة اجتماعية، بمعزل ان انا ناسية الحقيقة المطلقة وهي عوالم افتراضية. ليس كل ما يطلق في السوشيال ميديا هو صحيح على ارض الواقع، هو ممكن نشوفه قد ما نسميه مسرحيات قصيرة يعني تنتج من خلال مواطنين وأشخاص عاديين، وحتى شركات. وعلى ذلك أيضا النجومية طبعا اللي تصدرت من خلال السوشيال ميديا، المؤثرين الاجتماعيين أو المؤثرين في السوشيال ميديا اللي بدأوا بابتكار طرق غريبة وعجيبة قد تكون فيها إهانة لأشخاصهم أو لشخصهم، قد تكون فيها يعني مواقف سخرية، قد تكون فيها مواقف فضائح حتى. يعني لما توصل اليوم أنا عشان أن أنا أجمع لي فالورز أختلق فضيحة على نفسي، صحيح، عشان أن أزيد من المتابعين. نعم. وهذه بدأت كلها سلوكيات غير أخلاقية اجتماعيا. اليوم كأن أنا أقيم بحجم المتابعين الموجودين عندي، ان انا ذو قيمه او غير ذو قيمه. فبدات عندنا هذه التصرفات كلها تظهر من خلال السوشيال ميديا، سواء من احنا يعني موضوع النجوميه حتى هذه بنتطرق له، عندنا احنا محور، لكن بس احنا لازم نوضح شغله واحده ايضا، وهو مساله المسرحيات اللي تفضلتي وذكرتيها دكتوره. يعني اختلاق مشكلة قد تكون غرامية فكرية ويكون لها تداعيات، وفي يعني في خارطة طريق مرسومة لها. هذه يعني أمور لازم احنا نستوعب أن ذي قد تقوض حتى من مشاعرنا وحاسيسنا الإنسانية. يعني هي أيضا هذه تكرس من قضية التحزب وقضية التكتل حتى، لأن هذه لا فريق وهذه لا فريق وهذه لا مؤيد وهذه، فالشيء ذي وايد خطير ويفترض أن يكون في تعامل معه. يعني من فترة بسيطة شفنا قضية أشغلت العالم يعني كله بقضية شخصين يعني ممثلين أو مشاهير بقضية طلاقهم. إذا ينا لأرض الواقع يعني شنو أنا تمثل لي كشخص هذه القضية؟ شنو تفيدني؟ لا هو من مجتمعي، لا أنا بستفيد من المواقف، بس صارت ترند وصارت مثل ما انت تفضلت، الناس فريقين، فريق مؤيد لهذا الحزب وفريق مؤيد للحزب الآخر، وكأن احنا يعني مباراة خلينا نقول اجتماعية. صحيح. دكتورة دانيا، يعني احنا نعيش عالم التناقضات، ومثل انا مصر يعني ان اليوم العالم الافتراضي هو انعكاس لكل تفاصيلنا في الواقع المعاش اللي احنا نعيشه. بس من خلال مواقع التواصل اليوم أنا ذيت بقرأ خبر حزين وخبر سعيد، أيهما بيكون له تأثير علي أنا، الحزين ولا السعيد؟ الاثنين على حسب أنت مزاجك شلون، وأنت على حسب شخصيتك شنو هي؟ شخصيتك، مزاجك، خبراتك اللي أنت عشتها وبتعيشها، الحياة اللي أنت بتعيشها الآنية،
علاقاتك الاجتماعية والبيئية هذه كلها مؤثرات تأثر عليك. بمعنى أنا أشوف خبر مثلا، يعني المؤثرات اللي بتطلع الحين مثل ما تفضلت الدكتورة، يعني أنا بالنسبة لي أنا أخذها يعني حاجة كلش يعني بلا قيمة، ما تأثر علي جدا. حتى لو أنا شفت واحدة مثلا سوري عاصي ولا يعني ولا هاي المؤثرات اللي يقوموا فيها فعلا إن يأثرون على شخصية الفرد نفسيا. في قضايا كثيرة موجودة معانا وللأسف إحنا بنتفاعل معاها حتى لو إن إحنا ما عملنا لايك ولا حتى إحنا ما عملنا ترند مثلا لها، كفاية إنه إحنا بنشوفها، كفاية إنه إحنا بنشوفها. حتى لو أنا في بعض الأحيان أرسل لك إياها كحاجة كسوري يعني كسخرية أو إنه حاجة بلا معنى، بس يعني أنا أرسلتها معناها إنه في استجابة، عرفت شلون؟ فهذا تأثير. إنها هي ممكن تأثر علينا، كثير من الحالات تأثر للأسف بالذات في الأعمار اللي هي التين إيجرز المراهقين. بتلاقي عندهم المنافسة بتزيد، الغيرة بتزيد مثل ما المرة الأولى قلناها، التفرقة، المنافسة، هذه كلها إحنا نسميها الشخصيات الهستيرية، إني أنا أشوف شنو اللي موجود وأقوم أنا أمثل عليه أو إني أنا أزيد عليه عشان أنا أكون الأفضل. تيجي مثلا تقول أنا أتأثر عليها بشكل إيجابي، أنت اختيارك للمواقع والتواصل الاجتماعي مهم. يعني أنت دجن تقول دحين دكتورة طب ليش أنت حطيتي هذه المواقع؟ أقل شيء ليش أنت أنا ضفتها؟ فمعناها الخطأ مني أنا أولاً، صح ولا لا؟ صحيح. أنا اللي أخترت أن تكون عندي في صفحتي عشان أنا أبدأ أتابعها. نعم. فأنا أختار الحين، أنا المفروض يكون عندي رقابة ذاتية أولاً، أني أنا أختار المواقع والشخصيات اللي أنا حابة تأثر علي. أو تأثر علي شنو؟ تأثر علي إيجاباً ولا تأثر علي سلباً؟ زي لما أنت تختار مثلاً قناة، أنت تبغى تشوف حاجة حزينة روتان الزمان ولا تبغى أنت تشوف دراما ولا تبغى تشوف أكشن؟ انت اللي بتختار القناه. نعم. هي ما حتنحط كلها مع بعض. صحيح. فالحين انت تقدر يعني والسوشيال ميديا ما بيفرض عليك شيء، ترى كلها باختيارات، انت من يختار، انت اللي بتختار، فانت تبغى انت على اي وضع. صحيح. فهذه كلها يرجع لك ولاختيارك عشان وترجع لشخصيتك. نعم. في ناس عندها الشخصية مثلا اللي هي التجنبية، في ناس عندها الشخصية الحدية، في ناس عندها الشخصية النرجسية، في ناس عندها الحذر المتحفظة، في هذه كلها عبارة عن شخصيات. فأنت حابب شنو توصل؟ هي تحدد موقعك، شخصيتك. في ناس بتبني شخصيتها. نعم. أستاذ عاطف، بناء عصام. نعم. على اختيار، على اختياره للآخرين، مو على حسب أنا إمكانياتي ومهاراتي وتعليمي. لا، احنا وصلنا لهذا المستوى ان انا اشوف شخصية انا ابغى اقتبسها، مثل ما تفضلت الدكتورة قالت كلمة وايد مهمة، هذه كلها عبارة عن مسرحية أنا بطلع عشان أنا أمثل فيها، بس أنت ما بتعرف شنو داخلي. نعم. ترى أنت ما بتعرف إحنا الحالات النفسية والعيادات اللي إحنا بنشوفها، ترى يعني شيء. أنا لما أعرف شنو يعني يوريني السوشيال ميديا مالته ولا يوريني، ترى عالم آخر. نعم. من الاضطرابات والمشاكل النفسية والمشاكل الزوجية، وما عنده تواصل مع عائلته ولا أولاده صوب وهو في صوب، إنزين، ولكن هو بيحاول يبرز نفسه، بيحاول يخفي المشاعر السلبية اللي هو بيعاني منها عن طريق السوشيال ميديا. للأسف. صحيح. فللأسف، بس مين اللي هو المشاهد؟ هو اللي بيتفاعل مع هذه الاستجابة. صحيح. فعشان كده أنا بقول لك اختيارك لهذه القنوات مهمة جدا، سواء أنت. نعم. كرقابة لأبنائك أو أنت. نعم. كشخص. إذن أنت يعني اختياراتك من خلال مواقع التواصل هي من تحدد موقعك في هذا العالم وين أنت رايح. صحيح. هذه الخلاصة، وهذه جانب وايد مهم لازم نوقف عنده. دكتورة أحلام، يعني الآن صار في إيحاء متكون عند قطاع عريض من الناس بأن، وخصوصا التينيجرز، بأن الفاشينيستات أو عالم الفاشينيستات طبعا هو السبيل الوحيد الآن لضمان المستقبل، لتكوين الأموال، بل أنه صار نموذج. ونسمع دائما من المتخصصين بان هذه الظاهره بتختفي، بس ما قاعده تختفي. انا شخصيا قاعده احس ان هي قاعده تتكرس، كل مالها وقاعده تتكرس. ما اعرف اذا تصححين لي او تاكدين دكتور احلام. اول شيء خلينا نبتدي نوضح شنو الفاشينيستا.
أكيد. طيب. من الفاشينيستا طبعاً أو بالمصطلح الدارج عندنا هو الفاشن ستايلس، وهذه مو ظاهرة جديدة، هذه كانت موجودة تاريخياً حتى من زمن يعني خلينا نقول يعني الحضارات القديمة، كان في شخص مسؤول عن تنظيم الهندام، بس كانت مقصورة على من؟ كانت مقصورة على الطبقات العليا من المجتمع، يعني الميسورين الحال كان عندهم شخص ينظم أي خلينا نقول ملابسهم أو هندامهم. اليوم في زمن السوشيال ميديا راح نشوف أن ظهرت عندنا المؤثرين والفاشينيستات اللي يقومون بعرض منتجات شو اسمه موضة، منتجات إعلانية، وكأن هي طريقة جديدة مبتكرة للإعلان، يعني هي الفيرجن الحديث لمسألة الإعلان. إذا ينك تكلمنا على الإعلام التقليدي كانت موجودة، موجودة في الإعلانات، موجودة عن طريق الممثلين، عن طريق العرض والابتكارات الدعائية أو الدعاية الموجودة. اليوم بدأ عندنا نجومية جديدة تظهر مع التطور الرقمي اللي حصل، وهي الفاشينيستات أو المؤثرين اجتماعياً أو نجوم الرقميين أو النجوم الافتراضيين اللي حلوا محل اللي هو التقليديين اللي كانوا موجودين في الإعلام القديم. إذا بني بنشوف الإعلام الجديد واكب لنا هذا الظاهرة كأي ظاهرة جديدة تأتي بأدواتها، لكن هل استمراريتها أو بقائها أنا يتروى لي، أو يعني كما أعتقد أنها هي فقاعة بدأت صغيرة ثم كبرت تدريجياً مع الوقت. أتوقع أن خلال 5 إلى 10 سنوات سوف تأخذ حجمها الطبيعي، لأن اليوم التكنولوجيا شنو حجمها الطبيعي دكتورة؟ بمعنى أنها هي بترجع في مصاف. اليوم لما نشوف كتأثير بيكون محدود، كتأثير بيكون أقل أقل، وسوف يظهر عندنا تأثير جديد، لأن اليوم إحنا نشوف التطورات التكنولوجية سريعة جداً. يعني اليوم اليوم الألعاب الموجودة للأطفال بني بنشوف بين طياتها رسائل مخفية للدعاية، صح. وبني بنشوف سواء الغرض منها اقتصادياً أو اجتماعياً أو تغيير سلوكي، نعم. فبني بنشوف أن هي سوف تأخذ مداها وسوف تنتهي بمطاف اللي هو الآخرين. نعم. دكتورة دانيا، يعني هل الأمراض الإلكترونية لها علاج ولا هي بتستمر طالما أن السوشيال ميديا مستمرة؟ تقصد الأمراض النفسية المترتبة طبعاً يعني على وجودنا الخاطئ من خلال مواقع التواصل اللي هي طبعاً هذه الأمراض هي أوريدي موجودة، مثل ما إحنا قلنا المرة اللي يعني في بداية المقابلة إن هي أوريدي موجودة. الحين إحنا لو جيت لاحظت إن لو أنت جيت فتحت على السوشيال ميديا أو على السناب أو على الأشياء المؤثرات اللي أو يعني اللي دحين طالعة، تلاقي إنه حتى نسبة التواصل بدأت تقل عند الناس اللي هي كانت تطلع طول الوقت، فالمشاهد كان طول الوقت ماسك التليفون. الحين لا، أنا ما صرت أنا أشوف مثلاً فلان 4-5 مرات أو 6 مرات أو 7 مرات، أنا صرت أشوفه 3 مرات. ليه؟ لأن بدأت الحياة الاجتماعية بدأت تنفتح، فصار إيش؟ هو ما عنده القدرة والوقت اللي هو إيه يطلع فيه. فهنا أنت حتلاقي إن بعض الأمراض إنزين اللي هي كانت متعلقة ب التواصل المباشر بالسوشيال ميديا هنا بدأت تقل، هنا حتقل الأعراض، ولكن هي إحنا ممكن نقول فيها أعراض جانبية اللي هي التأقلم والتوافق والتواصل، إن هي لأن كان هي بالتواصل الغير الرقمي أو الغير مباشر مع الآخرين، الحين في بالمقابل إنه أنا لازم إذا ما مسكت التليفون حأسوي شنو؟ أضطر إني أنا أتواصل مع الآخرين. فهنا في اضطراب تاني اللي هي التأقلم أو التواصل المباشر، هنا حتلاقي شوية اللي هي الانفعالات راح تزيد، حتلاقي الغضب راح يزيد، السرعة يعني سرعة الاستجابة راح تزيد. ليه؟ لأن أنا كنت متعود كيفك أخبارك أشوف أسأل أجاوب، هي كلها عبارة عن شخص واحد، الحين لا، أنا محتاجة من الشخص اللي معايا هو لازم يستجيب.
فهنا هذه كلها يبغى لها تأقلم، يبغى لها إعادة تهيئة نفسية عساس إنه أنا إيش أبدأ أستجيب للواقع الجديد اللي إحنا جالسين نعيشه. دكتور أحلام، الغاء المتابعة هل خلق منا اليوم مجتمع أكثر غضباً؟ في الحقيقة يعني القصص في هذا الموضوع كثيرة صراحة. يا ليت والله. أي يعني بني بنشوف المشكلة الأساسية إن صار عندنا نحن قاعدين نحاول نحول أخلاقياتنا الواقعية على الافتراضية. يعني اليوم أنا أزعل لما واحد أنا عارفة يمر علي وما يسلم. صحيح. ممكن يثير عندي غضب زعل، لكن اليوم لما وصلنا إن إحنا قاعدين ننقلها افتراضياً، إذا واحد ما سوى لي لايك ما سوى لي فالو معناتها هو قاعد يهيني أو قاعد إنه هو قاعد يستقل، مو حاط قيمة ولا وزن، يستقل مني. أيه. ما قاعد أيه. إنه هو يعطيني التقدير الكافي. صحيح. في الحقيقة إن هذا شيء غير صحيح، لأن اليوم في السوشيال ميديا أنت تعرض محتوى، قد هذا المحتوى لا يجتذب بعض الأشخاص بمعزل عن شخصك كشخص، أوكي، أو اهتمامات الشخصية أو اهتماماتك الشخصية. المحتوى اللي قد تقدمه قد لا يتوافق مثلا مع هواياتي، ممكن أحد يقدم طبخ، واحد شعر، أنا ما أميل، يمكن ميولي ما تتفق مع هذا الشيء، فيمكن أسوي له أنفولو. مو القصد ان انا انفلو حق هذا الشخص ان انا ابي اجرحه او ان انا مو مهتمه او مو معطيته التقدير الكافي، لكن اليوم انا اتعامل مع منصه افتراضيه، وهذه المنصه الافتراضيه غير عن الواقع. لكن اللي حاصل احنا قاعدين نخلط نمزج بين الاثنين، وللامانه هذا خطا ونتج عنه الكثير من المشكلات اللي حدثت في مؤخرا. هذه من جانب، من جانب آخر بنشوف التعلق. اليوم احنا يمكن الدكتورة دانيا أكثر يعني ضلاعة في هذا الموضوع، ان اليوم صرنا احنا نتعلق في أشخاص موجودين على السوشيال ميديا ما يربطنا فيهم أي واقع أو أي تواصل، ونبتدي نتصرف معهم لما نشوفهم على أساس ان احنا جزء من حياتهم. ممكن نوصل يعني نوصل لأماكنهم، قاعد نشوفهم في مكان ونشوفه نستغرب إن أنت ليش ما رحبت فيني. صحيح. دكتور أحلام، الناس بتتزوج زين، الناس وصلت بالسوشيال ميديا إنه بيتزوجون، وبعد فترة زين بعد الزواج تلاقيهم انفصلوا. ليش؟ لأن الحقيقة مختلفة تماماً عن طريقة المحتوى اللي كانوا بيقدموها في السوشيال ميديا. صحيح. هو شاف الشخصية اللي هو يعني ما كانت الحقيقية، اللي هي كانت حابة تثير الجمهور، واللي هو كان من ضمن الجمهور. نحن في الحقيقة نعرض أفضل ما عندنا. صحيح. يعني إحنا نعم. نتجمل في السوشيال ميديا بعكس الواقع. هي كلمة بسيطة، يعني في النهاية لا تخلي مثلا إلغاء المتابعة واللايك والقلب الصغير هذه مقياس تبني عليه شخصيتك وكيانك بالنسبة للطرف الآخر. إلغاء المتابعة قد يكون بدافع الحب والحرص، قد يكون هذا الإلقاء عبارة عن رسالة أن وضعك في السوشيال ميديا مو عاجبني، فقط خذوها بحسن نية. إحنا عندنا تقرير الآن مرتبط بعالم المشاهير في السوشيال ميديا، نشوفه ونرجع. صراحة الشهرة بحد ذاتها مو مهمة بالنسبة لي، بس أطمح أني أكون مؤثرة، يعني إنفلونسر مؤثرة بشكل جيد طبعاً للشباب، شباب جيلي. فإذا كان في خلينا نقول شهرة من نوع معين، إذا كانت بهدف معين يمكن، بدون هدف ما له فائدة. نجمة في السوشيال ميديا؟ لا ما ظنيتي، أحس إنه هو في يعني جانب وايد ممكن نقول الناس ما عارفونه عن هاي عن السوشيال ميديا، يعني بس يشوفون إنه هو نجم فخلاص إنه هو شيء كله يعني أشياء إيجابية، بس وفي أشياء يعني صعبة أو إنه تحتاج مسؤولية عودة، فأحس يعني أنا عن نفسي ما ودي صراحة. إن شاء الله ليش لا، إذا راح أقدم شيء أو في بحق بلدي وأرفع اسم بلدي وأقدم شيء تستفيد من الناس، ليش لا؟ لا ما أطمح إن أنا أكون نجم يعني حق كل مجال، لا مؤثرينه ولا أصحابه يعني، بس يعني أنا ما أشوف نفسي يعني الصراحة مؤثر في السوشيال ميديا. إن شاء الله. ما فيه هدف معين، يعني ممكن نعطي معلومات حق الناس.
لا يعني ما أفكر. ليش لا؟ إيه نفس ما قلت، يعني عشان إذا كان في شيء أقدر أساعد فيه يكون عندي البلاتفورم إني أقدر أنشر فيه هاي التوعية. يعني صراحة لا، ما أتمنى أكون نجمة في السوشيال ميديا، لأن يعني بتكون مسؤولية كبيرة يعني على الشخص. يعني أفضل إني أتابع الناس، ما أفضل إني يكون عندي متابعين. والله لا، ما يعني ما ودي صراحة، لأن فيها إيجابيات أكيد وسلبيات، لكن أحس سلبياتها طاغية على أكثر من إيجابياتها. لو عندي رسالة ممكن إن هي تفيد المجتمع البحريني، ممكن إن أنا أغير من أشخاص أو أخليهم يعني عندهم فكرة حول شيء بطريقة أفضل أو شيء كذي، بالطبع أكيد أحب أن أنا أكون. لكن لو ما كانت عندي رسالة أو طريقة واضحة أن أنا أقدر أساعد فيها هاي الأشخاص، فأنا أفضل أن أنا ما أكون. حياكم الله مشاهدينا من جديد، مستمرين مع الدكتورة دانيا والدكتورة أحلام. يعني شفنا التقرير الآن، في اللي قال لا مسؤولية، وفي اللي قال إذا أنا كان عندي هدف فأنا ممكن أن أكون مؤثر أو باسعى أن أكون مؤثر، وفي اللي قال لا السلبيات أكثر من الإيجابيات، لذلك أنا ما أفضل أو ما أتمنى أن أكون مؤثر. شلون تقيسون التقرير والاراء اللي سمعتوها؟ هاي كل انواع اللي قلت لك، انواع الشخصيه، في الشخصيه التجنبيه، وفي كانت الشخصيه النرجسيه اللي قالت لا انا يعني كلش انا ابغى ابرز وابرز وابرز. فحتى المصطلحات لو يعني لاحظتها هم صاروا حافظينها عشان انا ارفع اسم البحرين او ان انا اساعد البحرين. زين طب انت ممكن تساعد البحرين واسمك في البحرين كونك اولا انت بحرينيه، هذه اولا. ثانيا كثير قبل السوشيال ميديا احنا كثير اشياء ممكن انا ابرز فيها اسمي واسم بلدي، الدراسة والعلم احنا الابتكار والمواهب، مواطن صالح، كثير من الاشياء اللي ممكن تخليني فليش اربطها بالسوشيال ميديا. فالسوشيال ميديا لو احنا جينا اخذناها فقط للاخبار، هي المفروض فقط للاخبار، مثل ما كنا اول احنا فقط نشوف الاخبار عن طريق الجريدة الورقية. فاحنا كانت هذه المشهد اختفى ما شفناه يعني حقيقه. انا ما زلت انا يعني احبها لانها تحسسني بالروح الوطنيه اللي انا دائما اشوفها، احس كل الاخبار العالم موجوده فيها. نعم. فبتواصل عن طريق هذه الصحافه. السوشيال ميديا ما هي عباره عن اخبار ترى، لان انت لاحظت انه انا كل اللي انا ابغى اوصله الأخبار أو أوصل حاجة عن طريق السوشيال ميديا. صحيح. اللي بيصير ما هي أخبار ترى، هي عبارة عن يوميات، هي عن خصوصيات، هي عبارة عن مشكلات، هي عبارة عن أشياء ما لها علاقة بأي رسالة تهدف فيها المجتمع إلا القليل طبعا. أنا ما دائما أحب أجمع، لأن الجمع ما يمثل كل الأية بالضبط. ففي ناس تستخدمها بشكل إيجابي. زين أنا كوحدة مثلا يقولوا لي دكتورة نبغى نزود عندك، انت كونك تشتغلي في البزنس في التجاره او هذا لازم نطلعك في السوشيال ميديا وايد. قلت له مستحيل، اذا هذه هي تربط رسالتي انا كدكتوره، انا عندي ان انا اربط رسالتي ان انا اخلي من مريض لمريض يقول الدكتوره دانيا، هذه هي رسالتي انا. بس انت بتقول ان انا اطلع في السوشيال ميديا عشان انا اتحكى، هذه مو رسالة ولا هدف ولا أنا ممكن أوصلها بالطريقة الصح، لأني أنا بخاطب فيها جميع المجتمع، وكل المجتمع مو هم كلهم واحد، لأن أنا ما أعرف شنو نفسياتهم شنو كلام. ممكن أي كلمة أنا أقولها معاك الحين، أنا كم شخص بيشاهدني؟ هل هو بيأخذها بنفس الطريقة؟ نعم. هل هو كل الناس حتقول والله الدكتورة دانيا كلامها 100%؟ لا، أكيد في انتقادات، في إيجابيات، في امتيازات، فيها سلبيات. صحيح. إحنا باقي لنا 5 دقائق، إحنا بنغطي بس بعض المحاور المهمة. الدكتورة طبعًا بس بشكل سريع، الدكتورة تقول طبعًا ما تكون السوشيال ميديا هي الهدف الأساسي اللي نبني عليه مسألة التأثير من عدمه. طبعًا أكيد من خلال ميادين العمل والعلم وأن تكون مواطن صالح. يعني هذا انا يعني ذي الوصف او ذي التعليق عجبني وايد دكتوره، ان تكون مواطن صالح عشان تكون مؤثر. يوم تشوف السوشيال ميديا هي صفه تعاقديه بين المرسل والمتلقي. اليوم انت هذه الصفه مدى انت تنازلك عن خصوصيتك، ومدى الشخص الاخر لا تلومه اذا هو تلصص عليك او اخذ اخبارك. اليوم السوشيال ميديا هي منصة مهمة لاستعراض ما هو المفروض
خلينا نقول أفضل ما هو سفير. كل شخص قبل احنا نقول الممثل او الاعلامي سفير، اليوم انت قد ممكن ان تكون سفير عن بلدك، سفير عن اخلاقياتك، سفير عن ايديولوجيتك، عن معتقداتك، عن دينك، عن اتجاهاتك، سفير من خلال السوشيال ميديا. فاذا لم تحسن استخدامه اتفضل ان يكون الواحد يحط هذه الحواجز أو يعطيه لمن هو مؤهل. جميل جميل. دكتورة بشكل مركز، تأثير السوشيال ميديا على مرضى الصرع. مرضى الصرع؟ طبعاً هي عبارة، السوشيال ميديا هي عبارة عن جهاز إلكتروني، إحنا بنتشوفها كلها عبارة عن أجهزة إلكترونية. أجهزة كهربائية. الأجهزة الإلكترونية هي كلها عبارة عن دبدبات كهربائية، فتأثر على الخلايا العصبية اللي موجودة عندنا في الدماغ. فهذه كلها كل ما زاد التركيز أكثر، كل ما شدت الأعصاب، كل ما زاد عندنا المشاكل، منها الصداع، صداع النصفي، الصرع، المشاكل العصبية، في ناس بتوصل لجلطات، في ناس بتوصل لإغماءات، هذه كلها عبارة عن مشكلات عصبية تؤثر على مستوى الوعي عند الفرد باختصار يعني. فهي لأنه كل ما إحنا خففنا منها، كل ما هي يعني قلت الخطورة والمخاطر اللي ممكن تصيد الإنسان. أنا أعتقد إحنا محتاجين بعد أيضا مستقبلا نخصص حلقة عن إعادة ضبط أنفسنا إحنا في مسألة التعامل مع مواقع التواصل. هذه أمر مهم، هذه مهمة جدا. دكتورة تأثير السوشيال ميديا السلبي على العلاقة الزوجية. خوش سؤال. سؤال وايد مهم، لأن اليوم إحنا هذا الهاتف الذكي يصل في ما في أحد يقدر ينسلخ عن هذا الهاتف الذكي، هو موجود. اليوم لما أنا أقضي ساعات، خلينا نقول نفس ما قبل شوي تطرقه وقالوا خمس ساعات، وأنا معنا في اعتقادي هي أكثر من خمس ساعات. البعض يحب يتجمل شوي. حسب أحداث السيرفي تقريبا أغلب الناس بيختلف على المرحلة العمرية، بس يقضون من ست ساعات لثمان ساعات أو أكثر. هذه وسطية. إذا بني بنشوف لحالة الزوجية، اليوم أنا لما كزوج أو كشريك أو كزوجة أقضي على السوشيال ميديا أو على الهاتف هاي العدد من الساعات، كأن أوصل للطرف الآخر رسالة سلبية أن أنت شخص غير مهم، وأن هذا الهاتف أكثر أهمية منك. من هنا سوف تنطلق الكثير من المشكلات، لأن العلاقة هي ما هي إلا علاقة ترابط بين شخصين، فنتيجتها راح نشوف فيها الكثير من المشاحنات اللي ممكن قد تؤثر ايضا اقتصاديا. يعني بنشوف مع عمليات المقارنه اللي نشوفها، لا تنسى ان السوشيال ميديا هي مساحه يعني خاصه للاستعراض اللي بنشوف خصوصيات البيوت والخصوصيات البيوت وبنشوف الثراء اللي يظهر من خلال يعني المؤثرين الاجتماعيين اللي بي انا ابي اعيش جزء من هذا. الحياه الفخمه او الرفاهيه منها. وبالتالي سوف يقع الكثير على المشاكل الاسريه والزوجيه. اذا مشاهدينا، السوشيال ميديا هي اداه نافعه ومسليه، ولكن في نفس الوقت لها بعض المضار اللي يمكن ما تكون مباشره علينا. فصحتنا النفسية مهمة وحياتنا الاجتماعية كذلك، ومهمتنا حمايتها والمحافظة عليها. أكيد إحنا استمتعنا مع الدكتورة والمعالجة النفسية دانيا كابالي، وأيضا مع الدكتورة أحلام القاسمي أستاذ علم الاجتماع بجامعة البحرين. شكرا لكم، ما قصرتوا وأضفتوا لنا الكثير. مشاهدينا وصلنا إلى الختام، نشوفكم على خير، في أمان الله.